بعد قرابة 29 سنة، تعلن حركة مجتمع السلمي ترشيح رئيسها عبد العالي حسان شريف لدخول الاستحقاقات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر 2024. هي المرة الأولى التي تشارك فيها حمص في الانتخابات الرئاسية منذ سنة 1995، وهو العام الذي خاضت فيه المعترك الانتخابية بمؤسسها ورئيسها الراحل محفوظ نحناح. إيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية لدى السلطة الوطنية المستقلة، أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنا في حملة جمع التوقيعات لمشروعنا، لمرشحنا، لترشيحنا حتى نكون حاضرين إن شاء الله في الانتخابات الرئاسية القادمة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم السيد بوهدى سيد أحمد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العالي حسان شريف وممثله لدى السلطة الولائية والسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عن ولاية وهران. أولا شاكرين لقناة الجزائرية أنوان على احترافيتهم وأنهم جاوا لعندنا هنا ومرحبا بهم في المقر تاعنا باش يدوا آراءنا وأفكارنا، نطرحوا أفكارنا ومشاريعنا، وكذلك نتكلموا على برنامج الحملة الانتخابية للمترشح عبد العالي حسان شريف ولبرنامج فرصة. كما لا يخفى على الكثير من الناس والمتتبعين أن حركة مجتمع السلم هي حركة مؤسسات، فبعد المؤتمر الثامن الذي كلل برئاسة السيد عبد العالي حسان شريف يكون رئيس للحركة، كان من الأولويات اللي أعطتها الحركة في هذه السنة هي للانتخابات الرئاسية. وباش نعطوا حلاوة وطعم باش يكون هناك كذلك مصداقية، كانت هناك استشارات على مستوى المكاتب الولائية على كامل التراب الوطني في 58 ولاية، وهذه الاستشارات بعد ما درسها المكتب الوطني عرضت على مجلس الشورى الوطني الذي اختار أنه يشارك في الانتخابات الرئاسية ويكون هناك مرشح لجميع الجزائريين والجزائريات بصفة وبشخص رئيس الحركة اللي هو عبد العالي حسان شريف وببرنامج فرصة. فبعد أن كلل هذا مجلس الشورى كلل بهذا النجاح، القواعد كلها جاتنا توجيهات وجاتنا تعليمات باش نوجدوا لهذا العرس الديمقراطي، وغادي يتنافسوا فيه ثلث متنافسين على منصب رئيس الجمهورية. أكيد أنه عرس ديمقراطي كبير، كبير كبر حجم ومكانة الجزائر، يتطلب العديد من الإجراءات والتحضيرات وفق ما ينص عليه القانون وتحت رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. فاحنا تنفيذا لهذه التعليمات نزلنا إلى القواعد كذلك اللي عدنا في البلديات واجتمعنا معهم وتكلمنا معهم في إطار تحضير لبرنامج الحملة الانتخابية. قبل الحملة كانت هناك ما يخفى لكم شو هو حملة التوقيعات اللي دات منا جهد كبير، والحمد لله استطعنا أننا نجيب نلايمو أكثر من 2100 توقيع بالنسبة للناخبين، وكذلك لستين منتخب على مستوى أو كامل ولاية وهران. فهذا كدنا جهد كبير، وهذا الجهد هذا هو الذي كلل لنا، وكنا لايمنا أكثر من المتوقع ولا الآخر، قالوا لنا 1200 توقيع، احنا جبنا أكثر، وكذلك المنتخبين، والحمد لله الأمر تمشى بسلاسة، وهذه الأمور كلها أعطيناها للمكتب الوطني. ثم بعد ذلك بعد تأكدنا من خلال اللجنة المستقلة ولا من خلال المحكمة الدستورية في ترشح السيد الرئيس، فباشرنا العمل مع البلديات واجتمعنا معهم ودرنا برنامج كما نقول توافقي مع كامل البلديات والضغط اللي موجود في خاصة كما نقول القاعات إلى غير ذلك. فخدمنا مع القواعد تاعنا، وخدمنا كذلك مع السلطة المستقلة، هي اللي أعطتنا القاعات وهي تعطينا الموافقة إلى غير ذلك. فبدينا الحملة الانتخابية، بديناها في 15 سبتمبر، بديناها بندوة صحفية الناس، وعرضنا البرنامج تاعنا برنامج فرصة على الصحفيين اللي كانوا هنا وعلى الموجودين، كاين دكاترة كاين اللي جاوا حضروا معنا وعرفناهم بالبرنامج تاعنا. ثم بعد ذلك نزلنا إلى ساحة الشهداء لرمزية المكان وساحة أول نوفمبر، هنا يا رمزية المكان رمزية أول نوفمبر، وخاصة أن
أن برنامج فرصة فيه 62 تعهد نسبة إلى استقلال البلاد. فكذلك درنا في ساحة أول نوفمبر خرجنا ودرنا توزيع القصاصات وعرفنا المجتمع بالمترشح تاعنا. وبعد ذلك كانت هناك سلسلة من الحملات وفتح المداومات. فتحنا مداومات لحد الآن رانا في 15 مداومة وراه بقينا مداومات نحلوا فيهم. كذلك كذلك العمل الجواري لحد الآن زرنا تقريبا معظم هذه المداومات، وحتى الآن رانا قسمنا أكثر من 15 ألف قصاصة للمترشح الجزائر الأستاذ عبد العالي حسن الشريف. فهذا هو البرنامج اللي درناه. كذلك درنا تجمعات على مستوى البلديات، درنا في رزيو وإن شاء الله اليوم غادي نديروا في تليلات، وخاصة قضية الرخصة جات شوية متأخرة لأن عملية القرعة جاءت شوية متأخرة، لذلك نحن قاعة اللي درنا فيها درنا تجمعات. وكل هذه الأمور هذه كللت بنجاح باهر لحضور رئيس الحركة يوم السبت 24 أوت هنا بقاعة سينما، قاعة سينما للعرض، اللي درنا مسيرة جابت كل شارع العربي بن مهيدي. وكذلك درنا في القاعة، والرئيس خطب للجمهور الوهراني والوهرانيات وتكلم لهم على البرنامج تاعهم وقنع الناس اللي كانوا حاضرين. فهذا النجاح هذا هو زاد عطانا دفع كبير أننا نزيدوا في المجهود على مستوى الولاية. اليوم راه عندنا في تليلات، راه عندنا تجمعات كذلك في وهران، تجمع كذلك في سينيا، تجمع كذلك في مسرقين، تجمعات كبيرة الآن الديناميكية كبرت. وكذلك بالتوازي الان رانا نخمو كذلك، ماشي رانا نخمو، رانا نوجدوا في قوائم تاعنا تاع المراقبين باش تشمل كل مراكز ولايه وهران والكثير ان استطعنا المكاتب باش يكون عندنا مراقبين وملاحظين للمترشح عبد العالي حسن الشريف ولبرنامج فرصه على كامل البلديات. وشكرا. هذا وتبقى الحملات الانتخابية جوهر الاتصال السياسي الذي يسبق موعد الانتخابات المحددة رسميا وقانونيا بموجب قانون الانتخابات، إذ وتسمح للمرشحين بعرض البيان الانتخابي من خلال عرض أهدافه ومتطلعاته ومشاريعه المستقبلية، وذلك لحشد أكبر عدد من الأصوات. بداية أرحب بقناة الجزائر أنوان وأشكرهم على هذا اللقاء الذي من خلاله يسمح لنا أن نعطي نظرة حول مرشح حركة مجتمع السلم الأستاذ عبد العالي حسني وحول برنامجه الذي سيخوض به غمار هذه الانتخابات. قبل أن نخوض في هذا الأمر وكما قال أقدم نفسي أولا، معكم السيد فعاجي عمر رئيس المكتب الولاية لحركة مجتمع السلم ولاية وهران. كما قلت قبل أن نخوض في برنامج السيد عبد العالي حسني، ربما أخويا بوهدة كان تكلم مدير الحملة الانتخابية كان تكلم على الطريقة التي تم من خلالها ترشيح الأستاذ عبد العالي حسني، وأن الحركة في هذه المرحلة رأت أن مشاركتها في هذه الانتخابات هو واجب، لأننا نرى باللي أن الانتخابات الرئاسية هي رمز يعطي مصداقية للدولة الجزائرية، لأن مشاركتنا نشوفوا باللي يعزز الديمقراطية، يعزز مصداقية الدولة الجزائرية. عندما الشعب الجزائري يخرج ينتخب بقوة هذا يعطي مصداقية للرئيس الذي سيحكم الجزائر. فشفنا بلي لازم أن نساهم في تحقيق هذا الإنجاز وتحقيق هذا المكتسب المهم للجزائر. يختلف الوضع ما قبل الحراك المبارك وما بعد الحراك، لأن قبل الحراك ربما الحركة شاركت في عدة انتخابات رئاسية، أولا في ترشيح الشيخ محفوظ نحن رحمه الله في 95، ومن بعد ربما كانت مشاركتها ربما بتزكية مرشح معين أو عزوفها على الدخول للانتخابات. أما بعد الحراك المبارك فهي أن الجزائر يعني جزائر جديدة، نحلم أن تكون هناك ديمقراطية في الجزائر، أن نستطيع أننا نحقق برامجنا، نحقق طموحاتنا السياسية. وتحت شعار فرصة
الفرصة يلتزم السيد حسان شريف عبد العالي في برنامجه بالعمل على تحقيق فرص جديدة للتقدم والازدهار وللارتقاء بالجزائر لتكون دولة محورية، إذ وتمثل فرصة لاستكمال أهداف بيان أول نوفمبر، والتي مطلعها إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. تبرك بهذه السنوات الاستقلال أو سنوات الاستقلال وبتاريخ الاستقلال جعلنا لكم في برنامجنا 62 تعهد. برنامج الذي اعتمده السيد رئيس الحركة السيد عبد العالي حسني مرشح الحركة سماه أعطاه اسم فرصة. فرصة لأننا نعتقد أن الجزائر أمام فرصة يجب اغتنامها. فرصة جديدة ينبغي أن تحقق الحكم الراشد. وتثبت القيم وتعزز الحريات وتحقق التنمية والازدهار والاقتصاد والرخاء الاجتماعي والانبعاث الثقافي والحضاري، كل ذلك من خلال مقاربة شاملة تعكس تلك التطلعات المشروعة التي مافت الشعب الجزائري يحلم بها. فنحن نشوف باللي أن برنامج الذي صاغه مجموعة من خبراء، مجموعة من الدكاترة، مجموعة من إطارات الحركة والذين اشتغلوا عليه لعدة سنوات وكان يعرف ببرنامج الحلم، اليوم أعطيناه اسم فرصة حتى يعني نحقق كثير من الأمور التي اشتغلنا عليها لمدة سنوات. ويعني هذا البرنامج هو برنامج دولة من خلاله إذا كان الله سبحانه وتعالى وفقنا وكان الشعب الجزائري انتخب على السيد عبد العالي حسني، نرى أن عندنا كل الظروف وأننا نستطيع أن نحقق برنامج دولة من خلاله نقدمه للشعب الجزائري ومن خلاله نحكم أو نسير الدولة الجزائرية. هي كذلك فرصة مواكبة التحول الرقمي والعلمي وتطويره وتجديد البرامج والسياسات واعتبار تجديد ضروري حضارية وضرورة حضارية وقانون اجتماعي تقوم عليه سنة التدافع والاستخلاف. كذلك نريد تحقيق من خلال هذه الانتخابات فرصة لتقديم برنامج انتخابي تنافسي. نرى أننا بمشاركتنا في هذه الانتخابات أننا فتحنا مجال للتنافس على منصب رئيس الجمهورية، ونحن نرى في حركة مجتمع السلم أن الحزب الذي ليس له القدرة على المنافسة، الحزب الذي لا يستطيع أن يقدم مرشح، الحزب الذي لا يستطيع أن ينافس في الانتخابات الرئاسية، نرى أن هذا الحزب يعني حزب ليس له القدرة على 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 ربما يكون له المقدرة على أنه يعمر طويلا، أن هذا الحزب سوف يندثر، لأن الأحزاب وجدت من أجل المنافسة على الحكم. نحن كحزب سياسي ننافس على الحكم في الجزائر، نطمح أننا في يوم من الأيام نحكم الجزائر بأفكارنا بأطروحاتنا ببرامجنا. فنحن حزب تنافسي نشارك في الانتخابات الرئاسية بدون خوف، ندخل الانتخابات غمار الانتخابات الرئاسية، ندخل غمار الانتخابات البرلمانية، ندخل غمار الانتخابات المحلية، نقدم رجالنا، نقدم برامجنا. فنحن ننافس من أجل أن نطرح أفكارنا ونطرح ونعطي بدائل جديدة لحكم الجزائر. فهي فرصة لتقديم البرامج، والحمد لله كانت هذه الانتخابات الرئاسية فرصة لنا كحزب. عرضنا على الشعب الجزائري من خلال مداخلاتنا أو نزورنا أو مشاركتنا في كثير من البرامج التلفزيونية أو التجمعات التي عقدناها سواء إطارات الحركة أو رئيس الحركة في تجمعات كثيرة على مستوى ربوع ولاية الوطن، فعرضنا البرنامج، عرضنا أفكارنا، عرضنا كيف نريد أن نسير الجزائر خلال المرحلة المقبلة. فهذه فرصة لعرض البرنامج كما قلت، هي فرصة حتى يعني نعطي وجه جديد لجزائر جديدة، وإن شاء الله من خلال هذا البرنامج إن شاء الله نحقق المرغوب فيه، وهو أننا نحصل على تزكية الشعب الجزائري للسيد عبد العالي حسني. وبطبيعة الحال برنامج فرصة هو فيه 62 تعهد في جميع المجالات سواء سياسيا أو اقتصاديا، إصلاح المؤسسات الدولة، إصلاحها في الجانب الاقتصادي سواء في الجانب الاقتصادي سواء ما تعلق بالبنوك، تعلق بالسياسة الاقتصاد الخارجي، ربما كان بعض الأمور في الجانب السياسة الخارجية،
الأمور الداخلية، سواء ما تعلق بمعيشة المواطن في معيشته اليومية، فهناك كثير من النقاط التي إن شاء الله في حالة كان هناك انتخاب السيد عبد العالي حسني سنحاول إن شاء الله من خلال هذه برنامج فرصة ل 62 تعهد نحاول إصلاح كثير من الأمور. لدينا لقناة الجزائر آن وان على فتح هذه الفرصة حتى نعطي نظرتنا أو نعطي بعض التصور للبرنامج فرصة. وبارك الله فيكم وفي فرصة أخرى، والسلام عليكم.